السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ريفت 2023 بنلاقي الدينامو شكله اتغير شوية، يعني زي ما تقول اتعمل له زمس كده ظريف. طيب هقول له دلوقتي نيو، وهقول له مثلا ان انا عايز ارسم مثلا بوينت باي كوردينيت، فتلاقي الشكل نفسه اختلف، تحس كده ان في زمس جديد. تمام. طيب هقول له ان انا عايز مثلا نمبر، اقول لكم مثلا نمبر سلايد، فتلاقي شكلها برضو ظريف. طيب لو انا قلت له سترينج مثلا، ودي طبعا غلط، هاخد نص وادخله على نمبر، فده غلط، فجاب لي رساله خطا. رساله الخطا بقت اوضح، وبقى في ان انت تعمل ديمس اول تتجاهلهم، وفي ان انت تشوف لو عندك كذا خطا يبداوا يظهروا ورا بعض، ففي تطور في الداينامو. والجروب برضو بقى شكله اظرف، لما تيجي هنا تقول له انا عايز اعمل جروب، بتلاقي ان هو بقى اظرف، وليك ان انت تصغره بالشكل دوت، وليك ان انت تتغير لونه وتغير شكله، بقى افضل من السنوات اللي فاتت. يعني تحس كده ايه ان هما عملوا له زمس جديد. جنريتيف ديزاين بقى موجود اهوت الباكيج، فيعني كويس.